في الوقت الذي كانت تجري الترتيبات لعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، جاءت رسالة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى دول الخليج مطالبة بالمساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير. وأبرز ما جاء في رسالة هادي أن الأوضاع الأمنية في تدهور شديد وبالغ الخطورة جراء الأعمال العدوانية المستمرة التي يقوم بها الإنقلابيون الحوثيون. وأكد هادي أن جهوداً بذلت لوقف الاعتداءات سعياً للوصول إلى حل سلمي يخرج اليمن من أزمته التي أدخله فيها الحوثيون، لكن كافة الجهود واجهت الرفض المطلق من قبل الإنقلابيين الحوثيين بحسب هادي، الذين يواصلون أعمالهم العدوانية لإخضاع بقية المناطق وخاصة الجنوب. هذه الميليشيات المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على البلاد وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، وهو ما لم يعد معه التهديد مقتصرا على أمن اليمن، بل أصبح التهديد لأمن المنطقة بأكملها إضافة إلى الأمن والسلم الدوليين. وإزاء هذه التطورات الخطيرة وإعلان تلك الميليشيات عن نواياها في التحرك عسكريا نحو الجنوب، وهو ما أكده تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، وخوفا من استغلال تنظيم القاعدة لحالة عدم الاستقرار الراهنة لإثارة مزيد من الفوضى باليمن، توجه هادي إلى الزعماء الخليجيين للوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمن، واستنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، دعا هادي إلى تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي. ملوك الشيخ العربية.